Salut mes élèves. Marhaban bikum. Unité 4, première année secondaire, le club des athlètes. Ma'adna ma'a leçon 2, présenter et identifier sa famille. تقديم والتعرف على العائلة. إعداد موقع تعليم اللغة الفرنسية, monsieur Jamal Askar. اعزائي ماذا نتعلم في هذا الدرس الاربر جينيالوجيك شجره العائله بريزونتي تقديم دو افراد الاسره ووصفهم لا صيغه النفي في اللغه الفرنسيه لمومبر دو لا فامي Le grand-père, la grand-mère, les barons, le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le cousin, la cousine, le mari, la femme. Mes parents agdadi ce sont les parents de mes parents et nous a be mon grand-père qu'il c'est le père de mon père ou de ma mère ou Wélid, oelidadi ma grand-mère qu'il c'est la mère de mon père ou de ma mère. elle Walidet est ma mère, walidati. Mes parents, C'est mon père, et Et ma mère, wa Mon oncle, Ami, ou frère c'est le frère de mon père ou de ma mère, ennahu, achou, walidi, ou de ma mère, ou elle est d'a ti ma tante à ou elle c'est la soeur de mon père et n'a ou de ma mère ou elle mon cousin et n'a c'est le fils et n'a ou et de mon oncle à ou de ma tante ou ma cousine, Ibnat Ammi. C'est la fille de mon oncle, Ibnat Ammi, ou de ma tante, ou ammati. La famille: Mes parents, Ma mère, Mon père, Ma soeur, Mes grands-parents. Ma grand-mère, la mère de ma mère. Mon grand-père, le père de ma mère. Ma tante, la sœur de ma mère. Mon oncle, le mari de ma tante. Mon cousin, le fils de mon oncle et de ma tante. Ma cousine. Écoute. Qui parle? A. J'écoute de la musique et j'ai les cheveux blancs. B. J'ai une barbe, je suis grand et j'aime le rouge. C. Je joue à la poupée et je suis petite. D. J'aime lire des magazines, j'adore la couleur rouge. استيفان et إي et أعزائي تعالوا نتعرف على جاميير دو لوسون قواعد الدرس الثاني أعزائي تعالوا نتعرف على لا أو كيف ننفي الجملة في اللغة الفرنسية لكي ننفي الجملة في اللغة الفرنسية نضع ظرفي النفي ن و نضع ن قبل الفعل المبدوء بحرف ساكن أو نضع ان قبل الفعل المبدوء بحرف متحرك ثم با إذا لنفي الجملة بنضع ن قبل الفرب و بعد الفرب إلا إذا كان الفرب يبدأ بحرف متحرك فنضع إن أبوستروف بدلا من إن أو تعالوا نشوف المثال التالي تي غرون هل أنت تكون كبير؟ وللإجابة على هذا السؤال نبدأ إجابتنا ب نو ثم نضع قبل الفيرب ن وبعد الفرب با وتصبح الجملة نو جون سوي با جران. أنا لست كبير مثال آخر إلي جوغمون هل هو يكون أقول لكي نجيب على هذا السؤال نبدأ إجابتنا ب نو لا ثم نضع قبل الفيرب إن أبوستروف لأن الفيرب يبدأ بحرف متحرك إيه الجزء اللي فاضل طبعا فاضل با يبقى الجملة نو إل نيبا جورمون لا ليس أقول لاحظ أننا في الجملة التي تحتوي على أدوات النكرة إيه هي أدوات النكرة؟ إن ين دي أو الجملة التي تحتوي على عدد لنومبر نحول أدوات النكرة أو العدد إلى حرف الجر د أو دي أبوستروف أمام حرف متحرك إذن الأعداد أو أدوات النكرة تتحول إلى إيه إلى د أو دي أبوستروف بعد النفي مثال تيا ينسوغ هل أنت تمتلك أخت أو لديك أخت لنفي هذه الجملة طبعا اتعودنا نضع في بداية الإجابة نو ثم نضع إيه رأيكم إن تمشي لا الفرب يبدأ بحرف متحرك إذا هضيف إن أبوستروف وبعد الفرب با فتصبح الإجابة نو Je n'ai ليس لدي أخت، أعزائي ما الذي ينقص هذه الجملة؟ أيوه أداة النكرة، طيب ماذا نفعل؟ اتفقنا أداة النكرة آن أو إين أو دي تتحول إلى دو أو دي آبوستروف بعد النفي، إذن ما يلزمنا هو ايوه برافو عليك حرف الجر دو وتصبح هذه الاجابه كامله نو جوني با دو ليس عندي اخت مثال, <مثال> اخر تي <applause> دي هل لديك اخوات للاجابه على هذا السؤال تعودنا ان نبدا ب نو ثم نضع قبل الفرب ان ابوستروف وبعد الفرب با ثم ماذا نكتب بدلا من اداه النكره ايوه برافو عليك نكتب حرف الجر دو نو جوني با دو ليس عندي اخ إلم <applause> لو هل هي تحب رياضه السله للاجابه على هذا السؤال بنبدا ب نو ثم نضع قبل الفيرب ان ابوستروف و بعد الفيرب با لاحظ ان اداة المعرفة ليس لها تغيير عند نفي الجملة ادوات النكرة فقط ثم اننا مع فيرب ايمي وبريفري وادوري وديتستي غالبا نستخدم ادوات معرفة بدلا من ادوات النكرة عزيزي الطالب أدوات النكرة والأعداد كما ذكرنا تتحول إلى حرف الجر د بعد النفي ما عدا الجملة التي تحتوي على فيرب أتر تبقى أداة النكرة أو العدد كما هي بدون تغيير تعالوا نشوف المثال التالي سوسون دي لنت. إنها نظارة تعالوا نجاوب على السؤال نبدأ إجابتنا ب نو ونضع قبل الفرب نو وبعد الفرب با وتبقى أداة النكرة كما هي إذا إجابتي نو ce ne دي pas des lunettes إنها ليست نظارة كي يا كنزون هل لديك خمستاشر عام؟ هجاوب هقول نو لا جو سم اضع ان ابوستروف قبل الفيرب وبعد الفيرب اضع با عزيزي الطالب ولكن تب يبقى الرقم كما هو لانه يعبر عن السن تيا كانزون نو

Le La négation. Tu as des frères et sœurs? J'ai un frère. Je n'ai pas de sœur. Ne pas. Tu as une sœur? Non, je n'ai pas de sœur. Tu as un oncle? Non, je n'ai pas d'oncle. Tu as des frères? Non, je n'ai pas de frère. يلا نجرب نفسنا ونبتدي نحل التدريبات التالية. معايا سؤال. Je n'ai pas point livre dans le sac. ليس معي كتاب في هذه الحقيبة. عزيز الطالب، لاحظ أن كلمة ليفغ كتاب تحتاج إلى أداة نكرة. ولكن فكر قليلاً انا عندي جملة منفية يبقى بدل ما استخدم اداة نكرة لا هستبدل ادوات النكرة بحرف الجر دو اذا الاجابة الصحيحه هنا هتكون با دو ليفغ دان لوسك ليس عندي كتاب في الحقيبة جوني بوين كوزان ماذا أختار في هذه الجملة عندي جملة منفية واسم يجب ان يسبق بأداة نكرة ولكن أدوات النكرة تتحول إلى حرف الجر دو إذا الإجابة الصحيحة هنا هي دو با دو كوزان ليس عندي ابن عم با كوبان دو تنس ليس صديق التنس ركز معي معايا هنا فيرب إيه فيرب إتر والجملة منفية يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى برافو عليك أداة النكرة. إن سنيب زنكو دو تنس ليس صديق التنس. لماذا لم نحول أداة النكرة إلى حرف الجر دو لأن الجملة تحتوي على أيوة برافو عليك فيرب إتر. لكي نؤكد على نفي الجملة في اللغة الفرنسية نستخدم التعبير التالي. but دي ليس على الإطلاق تعالوا نشوف المثال التالي تيم تي هل أنت تحب لونجلي اللغة الإنجليزية الإجابة نو no, لا جو أنا لا أحب با وهضيف كلمة دي وكلمة تو يبقى اصبح الجمله انا لا احب على الاطلاق لانجلي اللغه الانجليزيه